Thank you.
Thank you.
Thank you.
مرحبا أستغفر الله
باستنباط العليا أجر اللهم كبره الكريم بعرف شظيم الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصال السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء بعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية صلى الله عليه إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما حكيم بن مره ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فير واسمه قريش واليه تنسب البطون القرشيه صلى الله عليه وما فوقه كناني كما جنحي لي الكثير وارتضى اللهم صل وسلم على ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس وهو أول من آدى البدن إلى الرحاب الحرم يا صلى الله وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى اللهم صل وسلم ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية صلى الله عليه إلى الخليل إبراهيم
وامسك عنه الشارع وأبا. اللهم صل وسلم عليه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسميا. صلى الله عليه. إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتماه ومنتاه. اللهم صل فأعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية. وكيف ناوى السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا عقد سودد وفخار أنت في اليتيمة العصماء. اللهم صل وسلم. وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية. صلى الله عليه. أوردنا الزين العراقي وارده في مورد الهني وروى. اللهم صل وسلم. حفظ الإله كرامة لمحمد. آباء الأمجاد صونا لاسمي تركوا السفاح فلم يصبهم عاروا من آدم وإلى أبي وأمي. سرات سرى نور النبوة في أسارير غرريم البيا. وبدر بدر في جبين جدي عبد المطلب وابني عبد الله. عطر حقيقته المحمدية ظهره جسما وروحا بصورته ومعنى. اللهم صل وسلم. نقله إلى مقره من صدفات آمنة زهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما بمصطفى. اللهم صل وسلم عليه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حلالا سندسيا. وأينعت الثمار وعدنا شجر للجان جنا. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصيح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه.
وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من سرور كأسا حميا. وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبات رهبانيا، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه التام. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. أطر اللهم أكرام ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما وشكوى. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده آسيا، ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، واخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالا سنا. Thank you.
حيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق لنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كوزي فخامة رئيس الجمهورية العقيد عثمان غزالي كوزي شيخ وهتو وهي طريقة الشاذلية اليشلوتية هرما يا أوسيان دين كاميد لماسي ويا كومور الشيخ أحمد دحلان من يابس آل أبو بكر بن سالم كويزي ما خليفة بالي نمبالي وهزي طريقة رنزي شاذلية رنزي قادرية رنزي رفاعية رنزي سجة العلوية رنزي دنجروية كوزي ما ضمن وتوقف وهي دولة كوزي ما نتابل كوزي ما كادر رواكي عرب رواكي اسلام رواكي زونغو بيا كوزي ما شباب نما شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غمجون سامي ماني كلمة ينو هرمشي كاولي كو عندليا زيتي مزاهم زويانو إني ميوكاني فرصة إنو شاتي جانليا قاود القضاة محمد عثمان يا جاي تكليز شانغا مناوي هاوينا من إليو هاتوا عوذري أباك أنه را وسعي يا جاي لك ولازم يكاني كلمة ينو لما أنا جرما لفهمو أبو نجري سانغا جابانو أبي شيلالا مزيما وهرمي موالي ومنزم نزم يا وصيف هرمي قرآن يبكى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون موالي ومنزم قتنا هم ولا حزن إذا وابي موالي الذين آمنوا دون وعمل نزم إيمان كامل وكانوا يتقون وكايا ولن يتقوى الله يورم نزم nitakwa uwe ya uramyezi mgu ani walii wa mwenda muhamadasi yesi maansume si daika yuhenda hawewa chaye walii ya mramu haka mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala ambayo me Qur'an wa jannatin nembebu avu hasamawati wal aru urajwa hembebu dezembingu nishabade shantei larger uiddati lilmuttaqin
embebo yandali wangu mara Mwenyezi mawali Mwenyezi mwake ajaka usifu za sifa za mawali wao hani subuhu za sifa za hao ambao walio yunfikuna fi sarai wa dharra dawalika wotoa hausaidia reka wao na utajiri reka wao haruma usami shauna roho kuu yao usaidia na usaidia zi maskini na usaidia wale watambi hao الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ نالا دونغو زيهازي نيتونغو زهاو ويسامي والعافين عن الناس نوصل هو نجم كوار لناي ان داتا والله يحب المحسنين اجنب والذين قبل ذلك هو مارمي مده للمتقين اذا فعلوا فاحشه اكوف جماعه يا رساو شامي زمبا مده للمتقين وتلام اوصاف زهي متقين مرامي والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم او ظلموا نفس زوا ورداني ذكروا الله وبذلك واشهد من يزم وجن توبه وتب من يزم يزم واتيار مولى الله متقين مرام اكون الهانس كم ولي ويكا يكفون زنيون ويدا هيك كاكا تكون زنيون كم يزم بكم عده للمتقين اما والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله وبذلك واشي لم يزم وجن استغفار وجن توبة يا ودي فرنسا مروالي يا فنيامبي نمرو سوالي دو كاولي سوالي إكا فنيامبي إكا بذلك يا طبيا من يزم يتولى عند رحا رحا لا في فكثير لها مهجانا دو منتيرا زنجة سلنجن جاني تو شمروالي دائما نسا يا ويسا يتولى بذلك رجي من يزم هركا هجن استغفار هجن توبة والذين إذا فعلوا فحيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وتماغف لهم ذنبيها يقول سكما ولم يزموا وفاني ماذا وتغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلموا أبنك ولي يقول رجوع ولم يزموا أبا الحسن شادنا بل إن فاتك التقوى في جانب العبادة أو في جانب الاستقامة لا يفوتك في جانب التوبة. يكون مجهوب مهرما إلى استقامة ولينجناه من منيزم ينزعه. شيء سوء مهرما لو تبي منيزم مجو بعو يورا مجو كا ويفانيا ما سمج بزورة كوجانا التوبة وتبي منيزم. دبنا مزمار مي مهرما منيزم. هكوجي إنسبير مي حديث يام تومي صلى الله عليه وسلم. لو هرما إزيز حديث. أربعين وين رياض الصالحين إذا في زوج مهم إذا حدث يكوا يا عبادي هني ورمهم هم حدا يا عبادي إنكم يني تخطئون بالليل والنهار قم فنما كسرم رم متسنا رمسه وأنا أغفر الذنوب جميعا نمين من يغفر لما ذنبي بي من يزم فاستغفر نمين سالم يغفر لما ذنبي هان أغفر لكم وأنتم مغفرون يا عبادي ثاني ورمهم بس مزيم ورمهم يزم قام بكايا ومما زادني شرفا وتيها وكجت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا من مزن زني شفرها نفخري وكجت بأخمص أطأ الثريا نكربيا يفرها يهانغو نوجفارنغو نجسي نيوهجانوني حتى نرويزي سينيورا زاجو دخولي تحت قولك عن عبادي دبواني في نهاية أبو من يزمغو هارمم نغواهو يا عبادي هيني ورمهن وقبال كاركا ومجرمة كسيهنغو شميم رمه أبو من يزمغو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا أيها يسير ما مرسنري وهو وحشي وحشي وان يوى سجن حمزة أسد واسب أم يزم نجوم بام شومي بس وحشي اللي يكون فوما هذا كان زجن التوبة شما أهدر دمه وان بيجو فرس واشنا تنقوش هيسوا يا جبنا بكاسا نقوش هيسوا وحشي اللي أجيسا كان زجن التوبة هارومو مزمار ما وان وكان كنفونا مشومي هم بأمي منا من أبلاسي نوا بيوا مادا من بلاصه المسلم
wakamri ya mtu meka wahashi yamba wanzu ya tubie mnyazi mgu shahari ele katu am ele kosa ima kosa hapa nyapia ya uwasaji na Hamza gena plasar mausilamu wasi aya yamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha mnyazi mkasami wa mnumsharikisha na hiru wa yaghfiru ma duna dhalika haina dhambi so shirki yo usamini liman yasha wa ya mwanzao wala wahashi nda sulu aya ina baa yopi yeja kamya mbali do ya mwanzo tsami kamya zimbu na nzi madan ali mna fa nda tuli lero wajaba si sa aya sar masuratil furqan walladhina la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wal yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudaf lahu al-'adhab yawm al-qiyama wa yakhruj fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan saliha فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وان رئيس وفني حين ما صبت زيرو سوى جاجنا وجنا الا من تاب وامن وامن يسر وعمل عملا صرفا عمل جما فاولئك واو يبدل الله سيئات يسمو يبدل شزم بزاها ما ذنب حسنات جما يا وسن وشباء ايون ينا بريجيزا جيراني هداني كما امن مشد ابي وعمل عملا افنى عمل من سلا تنبا مشامه دي جيد ان من تبو امن وعمل عملا صالحا فاولا بيون ربو بيش من سلا تنبا عمل دي جما دي نمر سنه تمدام لو كاولا واشمبا اريرها كجاتو لي بيو بيش وجب كوس اي ين يا رب يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم تنيو رومانغو كوم شيمبا كجما زي نفسي زهاو mwarenda nai mwajam mwajita msahitawu hamnyezi mgu harma mbaji harma mbumeza pardon ya usamihi bala taqnatu titinza tuwa mani lehi mamnyezi inna Allah bamnyezi mgu ya ghafiru dhunuba jamia uju samihi madambi pia kama mtubi ya mnyezi mgu zako hili tawbata nasuha ula washamba ya ayandi yu hadis idu hamtumi da asidimu ya ibadi يا عبادي هني ورمحمد يا عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وعبادي يا عبادي تمسك ولي ومن جاب يجوا ويس شيء الديفرنسيال دو كانوا تبيا ميزين يوم يزرع كاره ميزين هجيسا هني ما توزي يا ما جيسا أبو نجم معروف هكم روادي من ما وادي ميزين hakamru mnyenyekevu ulimweza kumtukuza daina tawadhu yahe ndio unyenyekevu wahe dimana kuna bilada msifu unyenyekevu wahe mpaka mruha mpara shekhi kajakiri hamjibu mide mru mwahakiri tira wazenka wazaho wadhikiri mide bonzi ya uti ya mukabani Aishi ya hali nukajarisa Woyali yoneja uhari nafisa Deki nyumezi mtukuza hajisa Harende hakame kuja kidani Maarufa zala hunu Gazi jaha sume Qur'ani hunu Harumu mji wa Moroni Banda abu ajafanya msafara hende ungucha yakandi angelele elimu ya honguja hata baada timize msomo habiri hanzuwan yende bali moja barzanji ya muhandani maarufu ujaunu masiwani habiri hanzuwan hata ndi sosemesa harumu msira juma wa asuli wa hunu moroni dobanu ya ndisa ni pala sulama dola ya kosumisa ejalalei ya sumisa tajwid, ya kusumisa nahu, ya kusumisa zefani zonti pia. Ajafanya msafara wa hida Maka. Ende ya zuru mba ya hemtu misawasala. Halugana na mzazahe, ni mwana mshuahe sajata alawiya. Basi wakati wa wasili hula na marufa teleba ikadiri ranzi. Na Sheikh Uwais al-Qadiri. Ikawa wako jereto alikati al-Qadiri ya hunu. Waka Ahmad Muhammad Mjasiri wa Shinsuchin wakana Bakar Umar bin Umar wa Shidomuni Anzuwa wawari gina Uwais al-Qadir
kunu nguja wa shi somali maarufu abaye tena na wesil qadir hanikuwa na ukhali chaja fanya msafara wakenda Maka haduwa na mzazahi wakafa miaka kunu ngazija wakana mjufumuo wa mabia kakahuwa suliho mruwembele mjufumuo hatu wa mjua mnyazimu ya mbonese basi wakati maarufu ya wasulula Maka hauna na wali mkuu kabisa kashfa hamwambia uka wewe futuhiyahu yuharuwe tuwalikati ya imamu Abul Hasan Shadu mana wewe mjufumu wa mbila ngazinja uje umbeleju hunu haisaha honu kwa hende ngazinja mjumu hundaka haisaha honu maarufu rejaja hundu ula mjufumu wa honu hazimu amni wali ula zamani kaka ifutuangu ya mitu alikati ya Abul Hasan Shadu wakashe Hamdallah bin Sa'id bin Mbamba adderwesh washi sankule huni sandaya hasumu nguja ruhabu indata suria hakane mwana nyaiku haishia alimama Nuruddin Yasud ikawa hakaunu aka unu palestini kula Sheikh Hamdallah darwesh hazimia yedia bani tarikati shadulia hunu unu maaka unu palestini boya hinda ule wasulari maizawia unu sejandia shutu ya kanti dene miridi ya ahe miridi ya sejandia shutu pia wama mufti na ma kaudhi lkubate na ma ulema wa huka bisa ma otero wa tungazio zinji lonizo nusihazo ama Mustafa Najaj Mustafa Abu Risha na upia wama mufti wa kamiridi wa sejandia shutu Sheikh Hamdallah darwesh wakati anjaru maizawia ya hundai mashakhi wala akanti almamnandaya na mdumu Afrika akanti mgunio shakhi ya timizi eba wedha inida jipresente kamimi wara fulani zijanjani baani katisha yeti miza mwishiresha ya mbantonu wa Abdallah bin Saindi bin Mbamba adarweshi wala ngazija wala katha alisho mkashifu na Abdallah jashe mtigelea ya mwameze nungozahe za ya ziroshe ya pia hau kashifu Abdallah jashe jadidi haba kibana hafanya mahashiri na mfukari ya mwesho shambua hidayatu la hibba ya sedikana kati ya kahle ya tahiruhusa ndar mwe magunguni ya sejani ya kutama ya hamsume ayulagu suratu yusuf ya ayuhal azizu masana wa ahlana dhur wajina bibidhati muzjat fa awfidana lakayla wa tasaddaq alayna inna Allah yazid mutasaddiqin haka ume ya kae neme inu ne baraka inu ne rizki inu ya wongofu inu unike yoni bali ya zawadi ndar mwe maswa ya kumu sejani ya kutama mwishirika enyoranku ilo yangwa maarufu Abdallah Darwesh hakawa uhuja habili unguja. Zazama arufu, wanamkuwa mwenye mkuu, haka ula unguja. Dana, imwana Abdul Rahman imam. Alafu ya meli ikawlu mzazama arufu ya pashi ya ula unguja huja unungazicha, ilani yosha Abdallah Darwesh hidunga. Maarufu wa soporo ndaba huwe mzazahe ni mwana ni Abdul Rahman imam. Baso soporo, Shambda wa jelisha tajo siya maufa wa unana hema tuwe ni mdara mbuwa azingarima na haba kabati ya paru unana ni mwadani. Tawajo unana ni mdara tuwe asma kuisu wa wole ni mbaza anje mwadani. Yesa hila, Shambda wa Darwesh, haja abu wapala shio, anisusumese Qur'an, ula itanraya, nisalani sobaanshe tarika, nusumese wangu, heze karamazahe, wanu wakana zitwa ziziro mezi sita mbukhe wa khiti nishomu sawa fupia wani padiha mbu wakana zitwa zangu mezi mira rumuti mize khati mgabiru sawa fupia mbu wa eze karama zangu ya Darwesh ngesa ila ajaka uzungulie nga zijaya ya banshe twarika harumuya bagi nga zijaya ili ngeha mba haya mumbu anino majiba ni hararaya o wanu watanabahi wa shangaya na iha kamisurunu hawani edhikiri mjiyaho itwani imjazi za haki liifu bani envinyo ya sharibu tunasakani imleze imrele sakarani. Katila kati ya neze ya amana pia, hajahala hamavu kwa ujitowa, asaha baligisha, akanda ya ghibu. Ya wala msafara mwiso wahi. Haringeze amana zahe pia, kana valizi ya kaneze barua zahe, nile kupwa ya dono lea, nezengo zahe pia, hazita kabalusha marufu, bahe marufu mba, nikesha Abdallah bin Himid unu chaleni. Safe, ula maarufu baada wala hana bana mzamda wa Darwesh apashemia liila yenda tonziani hafani ahwal na wala mwajeni
wamzingara bala wamhangu wamchar mwachumba bala wambalidi armemeliida wamatiza masantineti emele uwasili wala mumtole wala mbumajidubi wala ningo wendobu wakajauna hindu wakajauna hindu emaka markabuni ati wa hoshumbani wamfungia miwango masukani haribu kwa jamwana wamvani ukakaisi na budi rauhani wamtaha kwa jamwana athari baadhi wamjua watahadhari wambaola walihu tasawari na ghafuru naritie samahani rangu ya wohagibu jalkhadiri marahu tata ya marahu dhiri chahula shahahe swala na dhikiri na huswali ya mtume mwanzani. Wassalamu alaikum.
صل وسلم وبارك عليه. برز صلى الله عليه وسلم وابين يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه. ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية. وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجيا. وضعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية. فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منى. وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية. طيبا دحينا مكولة بكل العناية عينا. وقيل ختنه جده بعد سبع لوال سوية. وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة تسليم. اللهم صل وسلم وبارك. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الخزاعية وأراد بتعها لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد عوى. فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا. فمسح الطرى منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه. ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية. فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب
اللهم صل وسلم عليه. وقال أنى لك هذا لولا حلوب بالبيت تبذ بقطرة لبنية. صلى الله عليه. فقالت مر بنا رجل مبارك وهو صلى الله عليه وسلم كذا وكذا جثمانه ومعناه. فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل يالية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودنا. وقدم الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية. وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. أربع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أهدب الأشفال قد منحزج جحاجبا. مفلج الأسنان واسع الفم حسناه واسع الجبين ذا جمهة هلالية. سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديدة من حسن العرنين أكناه. بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضحم الكراديس قليل لحم الأقب قث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية. وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على. عرقه كاللؤلؤ عرفه أطيب من النفحات المسكية. ويتكفأ في مشيته كأنما ينخط من صبب ارتقى. وكان يصافي المصافي بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة أبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين السبية وإدراه. يتلألأ وجه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويركع ثوبه ويحلو بشأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه.
ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى فها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ الله عين الإملاء في فدافد الإيواح اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي خوف العبد كفى يا من تنزع في ذاته وصفاته العادية عن أن يكون له فيها نظر وأشفى يا من تفرد بالبقاء والاقدام والأزلية يا من لا يرجى غيره يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستردى أسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاد من ظلمات الجهل ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن أمن وآخر الأنبياء بالسورة وأولهم وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلام وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا شريعته وللمناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال الأعمال الإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبا وتخلصنا من أصل الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك وتكفينا كل مدلى همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوانا يا لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمنعنا كل ذنب جنيا وتستر كل من عيبه وعسره وعجزه وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عساه ثم جمعنا هذا من خزائن منيك السنية برحمة ومغفرة وتليق ما سواك منا اللهم
اللهم إنك جعلت بكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك آتينا مواهبك لدنيا فاطق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الروعات والرعية واعطِ الأجر لمن جعل رقيا في هذه الساعة وأجرانا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية واسقنا غيثا يوم الصيام في سبسها واغفر لناسج هذه البرود المؤبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزخ نسبته ومنتمى وحقق له الفرج بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيا وكاتبها وقارئها ومن أسواها إليها سمعه وأسواها اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أشرفت الآذان من وصف الدرين يقوى جوهرية وتهلت صدور المحافل المهيفة بعقود قلوب أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين بنا شفعينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن نعبدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يسر كل عسير ويجبر كل كسير ويا منس كل وحيد يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير يا من يحتاج البيان والتفاسير حاجاتنا إليك شأن كثير وأنت عالمها بصير اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا دون برحمتك المرحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام.